السلام عليكم اصدقاء وعشاق الدرجة النارية. اليوم غادي نديرو ريفيو اليوم مع سيماكس دي اكس موديل 2017، ونخليكم مع سينيماتيك. اول حاجه غادي نبداو بها اللي هو الوزن تاع الدي اكس. الوزن تاعها اللي هو 213 كيلوغرام، وغادي ندوزو للطول. الطول اللي هو 2200 سنتيمتر، وبالنسبه للارتفاع اللي هو 800 سنتيمتر. بالنسبه لهذا هو الكونتاكت تاع الدي اكس اللي كيخدم بنظام المفتاح الذكي. ودابا غادي نشوفوا هاد لي موديل وهاد لوجيكسيون اللي فيه. بالنسبه انا ميني، انا كتبدل ميني كما كتشوفوا هنايا، يعني بهاد البوطون باش كتبدل الميني هنايا. وبالنسبة هنايا عندنا السينيا، وهنا عندنا الفارو الكود. السينيا هنا هو كيما كتشوفو كيطلع الطابلو تاع اليمين وتاع اليسار، و كت السينيا كيما كتشوفو هي بالنسبة وكت عليك في الطابلو. وعندنا هنا باش كتبدل لي مود، وهنا باش كتبدل الشجر تاع باكريز. غادي نشوفو هادشي هنا كلاكسون، وهنا باش كتقاد السرعة، يعني باش كتفيكسي السرعة. بالنسبة غادي ندوزو للموديل الأول اللي هو هدا. أنا كيعطيك شحال من كيلومتر وشحال من كيلومتر ضرب تاع الزيت. وبالنسبة هنا عندنا لي مود، هنا عندنا شحال من كيلومتر تيضرب في شحال كيلومتر في الساعة، وعندنا هنايا شحال من شحال كيكونسومي. هنا عندنا كيكونسومي 4.5 بالمية، وبالنسبة على حساب السوكان كيتزاد. و غادي ندوزو للمود لاخر. المود لاخر هو تاع البارك بليس كيما كتشوفو من هنايا كيتعب تيهبط. وعندنا هاد المود تاع البونيات لي كيسخنو كيما كتشوفو، هاد البونيات كيسخنو. و المود لاخر تاع الشرج، هاد الشرج هذا تا هو لي كيسخن. و بالنسبة عندنا هنايا باش كتطلقي الموتور باش كتسدو، يعني بهاد البوطون هادي. بالنسبة لنا باش كتيماريه، يعني كتشد الفران، و ديما خص السيروت انها تكون قريبة باش انه يديماري. و بالنسبة هذا هو الكفر. بالنسبة هذا الكفر هذا يمكن لك انك حط فيه جوج كاسكات. و بالنسبة لنا بلاصة ليسانس، بالنسبة لنا كيهز 15 لتر من ليسانس، يعني كيتحل منها جوج بوطونات. هنا كيتحل فيه الشرج، و هنا كيتحل فيه بلاصة ليسانس.
وبالنسبة لهاد البو هذا، هاد البو هذا أقرب بوفيتش، يعني هاد البو هذا ماشي اللي خرج معاها، يعني هاد البو كيما كتشوف جوج تقابي. بالنسبة للتمن تاع هاد البو هذا اللي وصل شي 12 ألف درهم، وبالنسبة للتمن تاع هاد أقرب بوفيتش يعني التمن تاع 96 بورقة، يعني هاد البو هذا اللي وصل 12 ألف درهم. وبالنسبة لنا عندنا هاد البلاصة هادي اللي فيها واحد الخاصية تاع فاست شارج، بالنسبة يمكن لك انك تحط تليفون تشارجي هنا جو برو، ويمكن لك تحط نظيرات تحط شي لعيبات هنايا. كتشوف هادي هي بلاصة ميدونج، انا فين كتكون الزيت، وبالنسبة كي هي 3 يترو، يعني 3 يترو تاع الزيت كما كتشوفو، كروة نجي الكروة تاعو. وبالنسبة للفران هذا ABS، يعني الفران هذا مال على الأنزلة يعني قدام والله. وبالنسبة هنايا باش تحط رجلك داك الليبلو، ودابا غادي نخرجو باش نضربو الموتور. ركبة في تي ماكس اللي هي مريحة. وبالنسبة بين الشروط اللي خصك انك باش تسوق يا ما هاتي ماكس او اي ماكسي سكوتر، يعني اول حاجة خص انه يكون عندك بيرمي. بالنسبة للبيرمي اللي خاص هو بيرمي ا، وبالنسبة للبيرمي ا خص انك تكون عندك 18 عام، يعني لو عندك اقل من 18 عام ميمكنلكش انك تسوق هذا الموتور، يعني النوع من المواطر. كما كتعرفو تي ماكس ماكسي سكوتر، وبالنسبة يعني كما كتشوف انه سعر في السوبان بالنسبة كثيري فراني، يعني إذا كتعرف تسوق بيكالا غادي تسوق تي ماكس. بالنسبة هو شنو هو اللي كيكون خطر فيه شوية هو السرعة، يعني إذا كنتي طايش أو أنك كنتي ضاصر واحد شوية يمكن لك أنك تجيب الربحة. بالنسبة للتقليعة تاع زوينة كيما كتشوف أن الركبة تاعو فيه مرتاح، وبالنسبة في الجوبسيون اللي هما مزيانين، يعني هادي كتسمى من تيماكسات الراقية. بالنسبة للفران، الفران تاع الزيت يعني عندنا فرانات فيه مزيانين، وبالنسبة في فرانات ABS يعني منع الانزلاق، و حتى الدورات يعني الدورات كيكون زوين في الدورات. وبالنسبه للموتور اللي هو مزيان، الثمن تاعو اللي وصل شي 15 مليون، يعني 15 مليون المغربيه. بالنسبه لشي واحد من اوكازيون باغي تشري يقدر انك تلقاه. ما لقاش مشكل حتى كان طويل بزاف. وبالنسبه ان شاء الله لي واحد الريفيو تاع تي ماكس 560، يعني موديل 2020. وما تنساش انكم تشتركوا في قناه تاع تي ماكس ريدر، يعني هو مول تي اكس، يعني هو اللي غادي يجيب تي ماكس 560 واللي غادي نديرو ليها ريفيو. هو غادي يوريكم يعني شحال كيلومتر كضرب وفاش يجيبها، يعني الروداج كيفاش يروضيها. ونتمنى لكم توصلوا ل 10 آلاف كا. بالنسبه للقناه تاعو تلقاوها في صندوق الوصف، واللي اول مره كيدخل القناه ما استناوش يشترك ويدق على الجرس ليصلو كل جديد. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. منساش أنك تدق الجرس.